الله معكم إخوتي بهالمساء المبارك. نحن بالأسبوع الثالث من زمن دنح الغطاس، وإنجيل اليوم وهالجمعة كلها بتكمل إنجيل الأحد نيكوديموس مع يسوع يلي قال له بدك تولد من جديد بسر العماد، طبعا بالدرجة الأولى. وهالإنجيل اليوم اللي سمعتوه مرتبط كمان مرتبط بالعماد، سر العماد وبالولادة الجديدة بيسوع المسيح. والولادة الجديدة من خلال رؤيتنا ليسوع المسيح، بخلق إنسان جديد بيسوع المسيح، هي استنارة بالروح، استنارة وسقوط مثل غشاوة عن عقلنا وعيوننا حتى نقدر نشوف يسوع النور صح. هيدي الولادة الجديدة. ما بنقدر نكون مولودين من جديد طالما بعد في بقلبنا حتى فكرة وحدة عاطلة سيئة بتخالف إرادة يسوع المسيح. ما منكون ولدنا من جديد إطلاقا، حتى لو كانت فكرة صغيرة بعكس ما بده يسوع المسيح. نحن جماعة بعدنا مش عم نسعى للكمال اللي طلبه يسوع المسيح منا، ما بنقدر نولد من جديد. مولود أعمى بهالإنجيل اللي سمعتوه، فتح له عيناه يسوع المسيح، شاف وجه يسوع المسيح، استنار، أخذ نور من يسوع المسيح، ولد من جديد. هالأعمى ولد من جديد، كب الإنسان القديم اللي كان عنده، كب الإنسان الأعمى، كب الإنسان الشحاد اللي قاعد عم بيشحد بساحة الهيكل. ولد من جديد بيسوع المسيح، صار مبشر لإله، حتى إنه واجه الفريسيين والمجمع اليهودي وتحداهم، وهن يقولوا له هذا إنسان خاطئ، يقول لهم أنا ما بعرف إنسان خاطئ بيقدر يشفي ويعمل شيء صالح. علمهم درس باللاهوت، قال لهم بعرف إنه شفاني، ودافع عن يسوع المسيح. مش بس هيك، اضطهد لأجل يسوع المسيح وكحتوه من المجمع، طردوه لأجل اسم يسوع المسيح وما فرقت معه. خلص ولد من جديد بيسوع المسيح، صار عنده كل القوة يمشي بيسوع المسيح. وهي المولود الأعمى، انتم بتعرفوا الإنسان بيولد أعمى، يعني عاها خلق بعاها بشعة أعمى، يعني بتجر مشاكل كتير. يعني إذا حكيوه عن الشجرة بده يتخيل، ما بيعرف يتخيل شو هي الشجرة، مش شايفها قبل بمرة، بعكس اللي كان بيشوف وصار أعمى. اللي بيشوف شو ما حكيه بصير يقدر يتخيل شو ممكن يكون. إذا قالوا له واحد خلق أعمى سيارة، ما مش رح يعرف شو يعني سيارة، عمود، شجرة، ألوان، ما بيقدر يميز أو يتخيلهم شو ممكن يكون. وهالإنسان اللي بيبقى بهالطريقة أول شيء معزول من البشر، ولأنه ما بيحس حاله مثل بقية الناس، بينه وبين نفسه بصير يحس بصغر نفس، أنا ما بشبه الناس الكاملين. وأكثر من هيك ممكن الناس تحتقره، عم بيشحد على جنب الطريق، ما بيشبهن أبدا. ولأنه صار شحاد كمان بتزيد ألامه، أنه ما بيقدر هو يشتغل ويطلع، بده ينطر حدا يعطيه حسنة حتى يقدر يأكل. هذا الإنسان المتألم الموجوع، هذا الإنسان المنبوذ من المجتمع، هذا الإنسان اللي عم يتألم، هذا اللي إجا كرماله يسوع المسيح حتى يخلصه، حتى يعطيه النور. هذا هو الإنسان اللي إجا حتى ربنا يحرره، حرر له قلبه وفكره من كل شيء بيربطه من الأرض بالأرض. قام الأعمى شاف النور، مشي بالطريق، فل بشر بيسوع المسيح، خلص حرره، شاله من التراب. وبعد شيء أكثر من هيك ألامه ما زادت، بتزيد ألام أكثر، إنه بالمجتمع اليهودي والدين اليهودي المولود أعمى، مولود عنده مرض عاها بجسمه من ولادته من بطن أمه، هذا موضوع غضب الله كمان، إنه ربنا مش راضي عليه بسبب خطيئته أو خطية أهله. هيك كانوا يعتقدوا، هذا إيمانهم. إجا يسوع يغير هالمفهوم، يغير هالمفهوم بالكامل،
يلي بعده مع الأسف واصل لقلنا نحن اليوم بعد ما نفكر هيك أفكار. مشان هيك التلاميذ سألوا خطية مين ها؟ طب ولد أعمى خطيته وخطية أهله. سألوا هالسؤال لأنه متأكدين إنه في خطية. ما سألوا إذا كان في خطية، سألوا مين خطي، هو أو حدا من أهله، لأنه متأكدين إنه في خطية. هذا مفهومهم وهذا إيمانهم وهذا معتقدهم. بس خلينا نفكر بالسؤال أكثر. إذا فكرنا فيه كتير منيح رح نشوف غلطة كتير كبيرة بالسؤال لذاته. كيف بيقدر إنسان ولد أعمى يكون خاطئ؟ وين بيعمل خطية قبل ما يولد؟ ما بتزبط. إنه مين خطي، هو أو أهله؟ تولد أعمى وين بده يعمل الخطية إذا كان بعده بطن أمه؟ أي خطية بده يعملها؟ بس هون كمان في تأثير بديانات بتآمن بشيء اسمه تقمص، استنساخ الأرواح. يعني بالأديان الشرق الأقصى أو بالصين والهند وهالمناطق في عندهم استنساخ تقمص، كما عنا أخوتنا الدروز بلبنان بيأمنوا بالتقمص كمان. إنه شو يعني تقمص؟ تقمص جاي من كلمة قميص، إنه الروح بتلبس قميص ورا قميص ورا قميص، تقمص بيتقمص بإنسان تاني. شو يعني؟ يعني هالإنسان اللي بيموت وبيخلق إنسان تاني، بتروح الروح من هالجسد تطلع بجسد تاني. بس إذا كان هالإنسان خاطي هلأ ومات، روحه بتروح وبتطلع بحيوان تيتعذب، أو بيطلع بإنسان عم بيتعذب تيدفع ثمن الغلط اللي عمله بالحياة السابقة. أكيد بإيماننا مش موجود، نحن ما عنا منه ولا حتى بالدين اليهودي مفترض يكون، بس هذا تأثير. مش هناك ممكن يكونوا سألوا هالسؤال. نحن الإنسان اللي بيموت روحه بتطلع على السماء عند خلقه، أو إذا كان بيعمل أعمال عاطلة مع الأسف بتروح على جهنم للعذاب الأبدي. الخطأ الثاني بهيدا السؤال كمان موجه لله. معقول ربنا يعاقب الأبناء على خطية الآباء؟ أكيد لا، أكيد لا. وبعده تأثير هالأفكار موجود لليوم عنا نحن، إنه أنا شو عملت لربي حتى يعذبني مثلا، أو شو ممكن يكون حدا عمل ابنه يدفع الثمن أو غيره يدفع الثمن. أخوتي ربنا إله طيب، إله محب، إله حنون، مات لأجلنا على الصليب بأبشع العذاب والبهدلة، دفع ثمن حبه لألنا على الصليب، مش تيجي يأذينا أو يعذبنا أو يبهدلنا. أبدا أبدا مش ممكن يعذبنا. بس مش معناته نحن بنفلت من العقاب أصلا، والعقاب نجيبه نحن باختيارنا بيوم الحساب العظيم، الدينونة العظيمة، يا منروح على السماء يا منروح على جهنم بحسب الأعمال اللي نحن اخترنا نعملها بهيدا العالم بإرادتنا. نحن بنختار وين منكون، مش الله لأنه بيكرهنا بيودينا على جهنم. أبدا، بإرادتي بختار بعدين وين بكون. اليوم بختار بالحياة اللي عم بعيشها اليوم، بقرر وين بكون بعدين. إذا عشت إنسان صالح بطلع على السماء، وإذا عملت بعكس إرادة الله ومشيت بطريق شر أكيد ما رح شوف السماء. فالرب يسوع ريحنا من هيدا السؤال بالفكرتين الموجودين فيه. لا هو غلط ولا أهله غلطوا، إنما لتظهر أعمال الله، تتبين أعمال الله. مشان هيك ولد أعمى. شو يعني؟ أولا ربنا يسوع قلت لكم ريحنا من هالفكرة، لغي أي علاقة خطية لا بوالديه ولا خطيئته، هو بالحال اللي هو فيها. ما حدا مغلط ومفروض ما نتأثر فيها أبدا إطلاقا. الله ما بيأذي. ضروري إخوتي نفهم ونحط بعقلنا، الله حب، الله حنان، الله عطاء، ما بيأذي ولاده. إنما لتظهر أعمال الله. بعد خطية آدم، كلكم بتعرفوا الخطية آدم هي العصيان، عصي كلمة الله. ربنا قال له ما تبعد عني، ما تاكل من هالشجرة،
لأنه يوم اللي بتاكل منها موتا تموت، بتموت إذا بتاكل منها. شو يعني خطية آدم؟ قرر آدم لأنه انغر بفكرة الشيطان، أغوى حواء وحواء أغوت آدم بفكرة أنه إذا بتاكل من هالشجرة اللي شجرة معرفة الخير والشر بتصير مثلك مثل الله، مساوي لإله، بتشبهه، صار خالق مش مخلوق. انغر بالفكرة وعجبته أنه أنا بصير خالق بشبه الله، ليش بدي يكون أنا مخلوق؟ وهيدا العصيان، يعني أنا مثلي مثل الله، ما خضع لكلمة الله، ما أطاع الله. والخطية بحد ذاتها هي انفصال عن الله، يعني ربنا عم بيقول له ما تنفصل عني بتموت. وبعد لليوم أعمالنا بتفصلنا عن الله، بنسميها خطية، بتوصلنا للموت الأبدي يلي هي بعيد عن الله، انفصال عن الله. وهيدي الخطية الأساسية اللي بلشت هونيك جابت الموت للإنسان. والموت جاء في عنده مفاعيله، أو الإنسان بيكبر بالعمر وبيخلص عمره بيموت، أو بيجي المرض وبيقتله، أو بيجي شر حادث مثل أولاد آدم، قايين قتل هابيل خيه، صار في شر، صار في فساد بالعالم، وتشوهت الأرض وتشوه الإنسان، تشوه الإنسان، مشان هيك صار في تشويه بالخلق، بالعلاقات، بالحياة. والله بشوف إنه ضروري نقبل بوجود الألم كصليب. ليش؟ لأنه هو طريقنا للخلاص للسماء، لأنه أمر واقع. أنا ما فيني أهرب من المرض، ما فيني أهرب من الوجع، ما فيني أهرب من أني ختير وموت، كلها ما فيني أهرب منهم. هولي نتيجة هالخطية الأولى يلي تشوهت فيها الأرض، قال له ملعون الأرض بسببك يا آدم، وتشوه الإنسان وصار الفساد بالبشرية وصار الشر عم بيكتر. فهودي نتيجتهم في وجع للإنسان، في آلام، وربنا عم بيقلنا بلون، لأنه ما فيكم ترفضون، صاروا أمر واقع. مشان هيك ربنا إجا يخلصنا منهم على شرط نتبعه، نمشي وراه بأعماله، بأقواله، بوصاياه، بتعاليمه، ونحمل الصليب وراه يلي هو صليب الحياة ونمشي معه. وعلى الأكيد بنخلص، يعني بنقوم معه بالمجد الأبدي، لأنه إيماننا هو للسماء، للحياة الأبدية، للمجد الأبدي، مش بس للأرض. ولتظهر أعمال الله، قديش في ناس ما بتعرف الله وما بتقرب منه إلا من بعد تجربة قاسية بتصير معه بحادث أو بمرض، وناس قريبة بصير معها تجارب، لأنه التجارب بيقطع فيها كل إنسان، ناس بتوقع فيها، ناس ما بتوقع، إنما القريب بكبش أكثر لأنه فهم الحياة هي خلاص بالسماء. مشان هيك بتشوفوا الإنسان اللي بيقرب من الله من بعد حادث، قبل الحادث اللي صار معه أو التجربة اللي صارت معه، ما كانت أعمال الله مبينة فيه، مثل الأعمى من بعد ما شفاه ربنا بينت أعمال الله فيه، راح يبشر، راح يحكي باسمه، راح يعمل أعمال الله، راح يمشي بوصايا الله بتعاليمه، ظهرت أعمال الله فيه. وأعمال الله كمان ممكن تكون بشفاء، ممكن تكون بتوبة إنسان، بارتداد إنسان، أو ممكن تكون درس للحوال الإنسان المتألم إنه يتوبوا عن طريقه، عن اللي شافوه عنده. من هالمنطلق أخوتي، المسيح ربنا إلهنا إجا للأرض نور، نور، وقال أنا نور العالم، أنا النور، وبدونه عتم، ظلام. بدون يسوع ما في نور، ما في ضوء، واللي بيمشي بالنور بيوصل للنور الأبدي. وبدون يسوع مثل ما قلت لكم ظلام أخوتي، ما رح نشوف النور بدون يسوع المسيح، لا على الأرض ولا بالسماء. ونور المسيح هو دايم، منه مؤقت، وعلى الأرض نور المسيح دايم، ما بيوقف، ما بيوقف، إنما من خلالنا نحن المسيحيين، نحن نور العالم. يسوع قال أنتم نور العالم، يعني نحن المسيح اللي فينا هو نور للعالم. عشان هيك أخوتي السؤال، المسيح اللي فينا نور لهالعالم، أو مش عم بعيش المسيح واسمي مسيحي، أعمى بالشر؟ نحمل اسم المسيح من دون المسيح، منكون عميان عن الحق،
وأعمى بيقود أعمى، اثنينهم بيقعوا بجورة. أي جورة؟ أي هو؟ جورة يعني هوة الجهنم للأبد. أعمى بيقود أعمى، شر بيمشي التاني بالشر بيوصلوا على جهنم. هذا العمى ما في استنارة بيسوع المسيح، ما في استنارة بالروح. هذا الأعمى ليكو ربنا شو عمل معه؟ ربنا بيشفي بالكلمة. شفنا بالإنجيل شفي كذا أعمى. في أعمى قال له ماذا تريد؟ قال له أن أبصر. قال له أبصر، صريح بالكلمة. في واحد تاني لمس له عيونه أول مرة، قال له عم بتشوف؟ قال له عم بشوف مثل شجر. لمسه مرة تاني، قال له هلأ عم بشوف. هيدا عمل شيء غريب عجيب أول مرة بيعمله. بالعربي شاب راح بنقول بزق بالتراب، يعني تفل بالتراب، جبل التراب، وعمله وحل ومسح له عيونه. بالوحل اللي عمله مسح له عيونه. هيدي بسموها عملية خلق كاملة. مثل ما ربنا خلق، الله خلق الإنسان من ذي البدء، سفر التكوين خلق آدم وحواء، خلق الإنسان من تراب. الله خلق الإنسان من تراب، وأكيد بوقت اللي خلق ربنا الإنسان من تراب ما كان في حدا موجود، إنما الوحي الإلهي على لسان الأنبياء وصلنا أنه ربنا خلق من تراب. إنما يسوع عم بشوفينا كيف صار الخلق. يسوع المسيح حتى نتأكد أنه هو المسيح، هو الله اللي بيخلق، هو نفسه الله اللي خلق البشرية، هو نفسه الله اللي خلق آدم. يسوع المسيح الله اللي خلق آدم، عم بفرجينا صورة الخلق كيف خلق من التراب. وقال ربنا بختم بآية بهذا الفصل بآخر الإنجيل: لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون. يعني اللي بيآمن، اللي بيمشي بطريق ربنا أخوتي بيخلص، ومن لم يؤمن ويعمل أعمال الرب يدان، سوف يدان. واللي بيعتبر نفسه بيعرف المسيح وبيآمن فيه وما بيعمل بوصاياه وما بيمشي بحسب تعاليمه كاملة، هودي بيكونوا ناس عميان عن معرفة ربنا يسوع المسيح، بيدعوا معرفة الله. هيك الفريسيين كانوا بيدعوا انه بيعرفوا الله، والرب يسوع سماهم انتوا اولاد ابليس، انتوا اولاد الشيطان، لانه اعمالكم اعمال شيطان. والمسيح اخوتي يلي من امن فيه او في منا بيدعوا انهم بيعرفوه وبيامنوا فيه ومنهم عم بيستعدوا له بالقول والفكر والفعل، هذا المسيح نفسه اخوتي رح يكون ديان لنا باليوم الاخير، او بيقول لنا ادخلوا الفرح والملكوت الابدي، او بقول اذهبوا عني يا ملعين الى النار التي لا تنطفئ. ان شاء الله لا. امين.